مدام طيبه، دائما من يشوفون رجل يحب زوجته يقولون المراه هنا هي المسيطره، انت تريدش تردين على هذا الاتهام، ايش راح تقولين للناس؟ لا نهائي والله، أنا يعني بالعكس ما أحب المرأة تكون مسيطرة بالبيت، يعني مو من صفات الأنثى تكون يعني متزمتة الرأي أو تمشي رأيها على زوجها، نهائي أنا مو هيجي، بس إحنا كل ما هنالك إنه إحنا متفاهمين بس. بالضبط، والناس المشكلة مدى يستوعبون إنه بالزواج ممكن يكونون الشريكين متفاهمين بيناتهم، يعني يستصعبون فهم هذه الفكرة. اي صحيح، بس انا يعني بعيده عن هذا الموضوع، ومحمد اصلا يعني عنودي خلينا نقول اي والله عنودي، فاني لا لا ابد ابد يعني ما عندي هذا الشيء، والموضوع ما احبه، يعني اني اصلا انتقد المراه يعني المسيطره، هذا الموضوع كلش بعيد عني. الله يسعدكم ان شاء الله. امين امين. زين، من باب الطرفة وبنفس الوقت هذه التوعية الحلوة اللي نطيتونا إياها، نقدر نشوف من عندكم مقطع من هذه مقاطعكم العفوية الحلوة اللي تسوونا إياها دائما وردات فعلكم الحلوة، حابين نشوفها، قولي لي شيء أو بالعكس بحيث تقولون هذا نفس الكلام اللي نسمعه بالفيديوهات. وتخلي كل شيء واقعي لعد. أكيد، طبعا هو صار له فترة ملتهي بسالفة الديكورات شوية، هو يحب الديكورات. فملتهي ويعني شوية الطبات والطلعات مالتنا خفانة هاي الفترة، فاني أقول له محمد لا حبيبي يعني احنا ضايجين، يا ريت لو تودينا للمكان اللي نحبه دائما. يما حبيبي يما، لا اليوم ما وديكم احلى مكان والله، اليوم النادي ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي تأمري الأمر ان شاء الله. يما قلبي انت، ربي يحفظكم ويديم هذه المحبة والود بيناتكم.